يا اخي والله الواحد عمال يقول ارجع ورا شويه، ارجع ورا شويه، محمد الشريف ارجع ورا شويه، ان ارجع ورا شويه، ومع ذلك داخلين متكبرين على ام الكره، بنحط الكره في نص الجول. ده ملخص لمباراه مصر النهارده، اللي هو بالصلاه على النبي لعيبه قليله ومع ذلك بتتفزلك، وجمهور عنده يقين ان المشكله في المدير الفني والمشكله مش في اللعيبه، لا احنا لو غيرنا اي مدير فني وجبناه وحطيناه في منتخب مصر هيأدي كره عالميه، وهنلعب سكسي فوتبول وهنلعب كره قدم نمتع ونستمتع. لو بناء على ايه انت بتدي المعايير دي؟ الله اعلم. مش عارف يعني، يمكن السكسي فوتبول اللي الاهلي بيقدمها او السكسي فوتبول اللي الزمالك بيقدمها بتخليك بسم الله ما شاء الله يبقى عندك الثقه واليقين ان منتخب مصر يعمل كره جميله. مش عارف انت بتبقى جايب اليقين ده منين، يعني نفسي افهم انت كواحد جاي تتفرج على منتخب مصر مع كارلوس كيروش، جاي تتفرج على منتخب مصر بيأدي كره جميله منين؟ يعني لا الاهلي بيقدم كره جميله ولا الزمالك بيقدم كره جميله ولا كارلوس كيروش، وتاريخ كارلوس كيروش يقول لك ان هو هيجي يقدم كره جميله مع مصر. كارلوس كيروش المنتخب الوحيد اللي كان مطلوب منه ان هو يلعب كوره كان منتخب كولومبيا، ودي اسوأ تجربه ليه في تاريخه. فبسم الله ما شاء الله انت جايب مدير فني بيلعب كوره دفاعيه، مدير فني بتاع رد فعل، مدير فني بينزل يلعب قدام قطر عارف ان قطر هي المضغوطه اكتر، وعارف ان قطر لعيبها الوطني النهارده، وعارف ان الفرقه دي قديمه مع بعض، هينزل يلعب جيم دفاعي. هينزل يلعب جيم دفاعي، هو كارلوس كيروش كده. لو انت حد قالك ان كارلوس كيروش مدير فني بيلعب سكس فوتبول وكره جميله، يا ابن الحلال الشخص ده خدعك. لو انت ما تعرفش حاجه على كارلوس كيروش، اسال اخواتنا المغاربه كارلوس كيروش عمل معاهم ايه في كاس العالم لما كان ماسك المنتخب الايراني. الراجل رخم عليهم رخامه غير طبيعيه وقدر ان هو يكسبهم بضرب الجزاء في اللحظات الاخيره. النهارده كارلوس كيروش رغم ان الماتش كان ممل بس كان مرشح الاكبر للفوز. جوه الملعب الفرقه عماله تروح وعماله تضيع، محمد شريف بيضيع، مصطفى فتحي لما نزل كانوا بيضيعوا، الشوط الاول الاضافي احنا عاملين شوط 10 على 10، كنا مجبرين ان احنا نلعب الشوط الاول الاضافي بس، احنا كنا بننزل الشوط الاول على ان احنا مش عايزين نلبس جون ونستنى اي خطا من قطر، الشوط الثاني شرحه، الوقت الاضافي خلاص مفترض ان قوتك البدنيه والتحمل بتاعك هيكون اعلى من التحمل بتاع اللعيب الاسيوي، فمفترض ان انت التحمل بتاعك هو اللي هيفيدك وقوتك البدنيه اللي هتفيدك. وبناء عليه كارلوس كيروش كان حاطط افكار ان انا طول ما الماتش بيطول معايا طول ما انا هكون مرشح اقوى للفوز، انما انزل افتح مباراه واعمل واسوي، الكلام ده برده موجود في خيال حضرتك بس، الكلام ده موجود في دماغك انت بس. حسام حسن اي مدير فني في خيالك انت برضو غير قادر ان هو يلعب كوره جميله مع منتخب مصر، لان العناصر دي مش هتقدم كوره جميله مع اي حد، العناصر دي ده اخرها. مصطفى فتحي النهارده قرر ان هو ياخد سبرنت 50 متر وبعد ما خد الكوره مش شايف محمد شريف واقف فين. مصطفى فتحي النهارده بعد ما الجون واقع بتاع قطر اللي هو يعني الولد لسه صغير وبيلعب مكان سعد الشيب النهارده، مع ذلك الولد طالع معانا زي ماتش. يعني هو مدرب قطر النهارده كان عارف ان هو هينزل يمسك كرة، فسبحان الله قرر ان هو يسيب حسن هيدوس جنبه على تيكو اكرم عفيف بسام العاب. كلها بتعك، كلها بتعك وكلها ماشيه بالبركه، بس احنا بقى البركه والنحس بتاعنا لازم نركز معاه. يعني حته ان انت تقول لي هو ليه حط مروان حمدي جناح، اقول لك تصدق بالله مروان لعب جناح النهارده احسن ما كان بيلعب فيرود قبل كده، ومروان النهارده قدم ماتش كويس، بس انا عارف ان انت مركز مع مروان عشان خاطر مش بيلعب اهلي وزمالك، مروان قدم ماتش كويس. ضربات جزاء مفترض ان واحد خبره زي احمد حجازي مش هو اللي يضيع، ان انا مستني ان اكرم هو اللي يضيع، مش حجازي اللي يضيع، ان انا راجل قسما بالله وقفت محمد شريف انا كنت عارف انه هيضيع، وقفت لعيب داخل مش فارق معايا حاجه واحطها في نص جول. طب البس يا حبيبي، البس يا حبيبي، يعني الوضع مستفز، الوضع مقرف، الوضع برده دمه تقيل. لما باجي العب قدام قطر ببقى عامل حسابي ان انا هتنفخ تحكيميا، معلش يا جماعه لما تعملوا بطوله ثانيه يا تخافوا من صاحب الارض وتدوا له اللقب او تدوا له المركز الثالث لو بيلعب على الثالث والرابع، يا ما تعملوهاش، مش يبقى ليه ضربه جزاء لعبتين في لعبه واحده وما تتحسبش ولا واحده فيهم، كره محمد شريف وكره الونش وما تتحسبش، ومع ذلك معلق المباراه عامل ان هو مبانها ومش شايف اي حاجه، والفار عامل ان هو مبانها والحكم عامل ان هو مبانها، ما بيتحسبليش فاولات الشوط الثاني، والموضوع بالنسبه لنا بقى مقرف يا جدعان، دي بطوله وديه، الموضوع مش مستاهل كل القرف ولا الحاجات اللي انتوا بتعملوها دي، الموضوع بسيط، دي بطوله وديه، لو انتوا عايزين تعملوا بطوله قطر تاخدها ما تقولوش لحد يجي. الفضيحه اللي حصلت بعد ماتش الجزائر جايين النهارده بتكرروها بالحرف الواحد، مدرب حكم اسف خايف يحسب فاولات على قطر، مش ناقص حرق الدم هي، انا فرقتي سيئه ومنتخب القطري سيء والحكم كمان سيء، لا كده كتير عليا بجد، حتى ضربات الجزاء بالنسبه لي كمصري كانت سيئه لان انا طلعت خسران من المنتخب القطري.
الواحد الوضع متعب، الوضع متعب ومقرف. ولو انت كملت معايا الفيديو لحد هنا فانت برنس والله، مصحف انت برنس يعني. شوف اتحملنا كل العته والعك اللي حصل ده، ومع ذلك مش هنتحمل الكلام اللي انا هقوله لك اللي هو دي امكانياتنا وده اخرنا وده تمامنا. وفي الاخر اتمنى ان الشق الهجومي بتاع منتخب مصر ما يجيش يعيط لما كارلوس كروش يستدعي عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد ويحطهم اساسيين، ويرمي كل اللعيبه بتاع الدوري المصري اللي هي اوفر ريتد دي على الدكه، وربنا يكرمهم يبقى يشوفوا مصلحتهم بعيد عننا. لو عجبك الفيديو عمال لك، لو ما عجبكش فبراحتك بقى.